عايز ابدا معاك طبعا بمنتخب مصر قبل ما نروح للنادي الاهلي وبالميراس. منتخب مصر اداء ورضا عند الناس من اداء منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه وعلى مستوى اللاعبين والمجهود اللي عملوه في هذه البطوله، وكثيرون ايضا يشيدون بكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني. راي حضرتك ايه؟ هو الموضوع ينقسم في فتره نقلت المنتخب المصري ومستر كروش في وضع تاني غير اللي كان متاخد قبل ماتش كوت ديفوار. ايوه. الوضع قبل كوت ديفوار حاجه وبعد كوت ديفوار حاجه تانيه خالص. صح. يعني الناس كانت بتنتقد على مستر كروش في ايه؟ بالبدايات معظم تصريحاته الصحفيه كان فيها، مش عايز اقول تقليل من المنتخب المصري، ممكن ما يكونش حاسس بقيمه المنتخب المصري في وسط القارة الإفريقية. كان تملي تصريحات تنم إن إحنا حتى قبل البطولة العربية، إن إحنا هنروح البطولة العربية مش هنعمل حاجة، هنروح بطولة إفريقيا يعني مش بعيد عن اللقب. تصريحات كانت معظمها بتوحي للجمهور المصري بكده. دي أول نقطة كانت سلبية وقع فيها مستر كروش من وجهة نظري. تاني حاجة، موضوع تغييرات اللاعبين الكتير، رغم ان انا مقتنع انه طالما هو جاي في فتره ضيقه لابد انه يجرب، ولكن التجارب خدت وقت طويل جدا حتى مباراه السودان. يعني قبل كوت ديفوار، عشان كده بقول لك نقلت كوت ديفوار من بعد كوت ديفوار حاجه، المنتخب وقبل كوت ديفوار حاجه. تغييرات كتير جدا في المراكز، لدرجة الناس كانت بتتساءل هو الجهاز المعاون بيعمل ايه، رغم ان انا متأكد ان الجهاز المعاون بيعمل دوره، ولكن في النهاية في مدير فني هياخد قرار. لان صح. انا اشتغلت مدير فني واشتغلت مدرب عام واشتغلت مساعد. في النهاية المدير الفني هو المسؤول. يعني انا ممكن كمدرب عام او مدرب مساعد او مدرب حراس او ايا كان في الجهاز بقول رأيي بكل قوة، بس في النهاية المدير الفني هو اللي هياخد القرار، هو اللي هيتحاسب، هو اللي هيتحاسب وهو اللي هياخد القرار، وهو عنده الحق القرار. صحيح. مش هقدر اجبره. يعني انا كنت بسمع حاجات مقولات من بعض الناس حتى محسوبين على الوسط الرياضي، كان يقول لك ايه، هو كابتن ضيا وشوقي مفروض نقول لكروش يقعد وهم اللي يديروا. يعني اي منطق ده؟ طب ما خلاص يبقى يروح هو بالظبط. وازاي سايبينه يعمل كده؟ يعني حاطين ضغط على مستر كروش وحاطين ضغط على الجهاز المعاون. صحيح. رغم ان انا عارف ان هم بيقوموا بدورهم. صحيح. بس في النهايه انا اللي باخد القرار، انا المدير الفني، انا اللي بتحاسب، انا اللي مسؤول الاول عن الجهاز. صحيح. فالنقطه ديت كانت مؤثره برضو، كانت عامله جو وحش شويه، يمكن احنا اللي وصلناه كاعلام كناس، يعني لما كان المنتخب لسه اداؤه مش مستقر، يعني وايه دور المعاونين وايه دور ما بياخدش رايهم، وده كمان اكيد مش صحيح. يعني الحاجه الثانيه انه زي ما قلت لك تغيير المراكز خدت منه وقت، لانه هو مش كانش ملم قوي لسه بالكره المصريه. يعني شفنا في ماتشات التصفيات تلاقي شريف مثلا واحمد ياسر ريان بيلعبوا كجناحين وقدامهم مصطفى محمد في مباراه الجابون هنا. تلاقي فتره في البطوله نفسها مصطفى محمد جناح وصلاح هو راس الحربه. ماشي، كنا بنتوقع ان ممكن تبقى لحظه وهيتبدلوا او دقيقتين ثلاثه وهيتغيروا، فانا اقصد دي خدت منه وقت شويه. فهو ده كان الناس عشان الانطباع الاول. الانطباع الاول ما كانش فيه قناعه عند الناس. النقلة الثانية بقى، وطبعا في اختيارات بعض اللاعبين، يعني زي طارق حامد، زي رمضان صبحي في فترة، زي قفشة وشريف، كل الكلام ده عمل لبس شوية، لأنه في ناس هو خدهم مع البطولة العربية مع احترامنا الكامل ليهم وأدوا بجهد وكل حاجة، بس في ناس ما كانتش على لسه على المستوى الدولي اللي يقدر يلعب في بطولة زي دي. صحيح احنا طلعنا في النهاية باتنين تحديدا، يعني كانوا يعتبروا من نجوم البطوله، واولهم محمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد. وعمر كمال عبد الواحد انت قلتها قبل ما انا اقول. فمحمد عبد المنعم تقريبا يعني يكاد يكون مع، لما نيجي نتكلم على المنتخب في البطوله نفسها
اتنين تلاتة في المنتخب أدوا دورهم على أكمل وجه في كل المباريات اللي لعبها. صح. يعني مش مباراة ومباراة. كل المباريات اللي لعبها. عشان كده النهاردة في تشكيلة الأفضل في كأس الأمم الأفريقية محمد عبد المنعم. آه يعني ده حاجة. محمد عبد المنعم ومحمد صلاح ومحمد النينجي. يستحقها يستحقها. صحيح. صحيح. يعني مفيش كلام في كده. فده الفايدة من البطولة العربية. دي كانت الفايدة من البطولة العربية. رغم إن البطولة العربية لو كان حصل تعديلات فيها شوية في حاجات معينة في اختيارات في تصميم على البطولة كان ممكن جدا ناخدها. يعني ماتش تونس ما كانش الفرق الواضح. منتخب مصر لا يقل عن منتخب تونس. قريبين كنا قريبين بس هي الكرة الغلطة الأخيرة دي كان ممكن توصل. صحيح. أيا كان دي المرحلة اللي هي اللي كانت فيها عدم رضا شوية من الناس والقلق ومن الجمهور والنقاد وكل الناس. من أول مباراة كوت ديفوار تحس المنتخب المصري اتنقل نقله تانية خالص. ايوه. دخلوا في البطوله بقوه غير طبيعيه. حتى مش متوقعه لا لينا ولا للناس حتى الجمهور العادي. مش عشان احنا مش عارفين قيمه مصر. ما دي النقطه بقى اللي انا بقول لك عليها في التصريحات الاول كانت منتخب مصر لما بيروح بطوله يبقى بينافس عليها. طبعا. ما فيهاش كلام. طبعا. ما فيهاش انه المنتخب المصري قليل دلوقتي ولا كبير دلوقتي. في منتخبات بتروح البطولات زي ما تيجي تقول كاس عالم. البرازيل مش في حالته رايح برضه من المرشحين في البطوله. بالظبط. المانيا رايحه من المرشحين بالبطوله. صحيح. فرنسا رايحه من المرشحين بالبطوله. مصر وضعها كده. وضعها كده ان مش شرط تاخد البطوله لانه انت في النهايه 24 فرقه بتتنافس وفي توفيق بيروح لفرقه في النهايه برضه. يعني كره القدم مهما تعمل. أيوة. في توفيق بيروح لفرقه. صحيح. فمصر مرشح وهي رايحه امم افريقيا زيها زي الجزائر زي المغرب زي الكاميرون زي تونس زي كوت ديفوار زي نيجيريا. سبع ثمان فرق اللي هم يعني مترشحين بوضوح من كل الناس. صح. والدليل ان السنغال ومصر من الناس المرشحه وصلوا النهائي. فدي نقطه مهمه جدا. فالاحساس بشخصيه الفرقه واضح جدا من اول مباراه كوت ديفوار. تنظيم جيد جدا. اللعب بثلاثي الوسط المدافعين خاصة في حالتنا اللي هي في الماتشات المجموعات. أول تعديلة دي فرقت معانا لما لعب ابتدى يلعب بالنني وحمدي والسولية في نص الملعب ساحات مع الخط المدافعين ويقرب الخطوط ونبتدي نلعب بشكل واقعي. فابتدت تبقى ليك شخصية بتعتمد بقى على الثلاثة اللي قدام وخاصة محمد صلاح اللي عليه عبء كبير جداً. ويمكن الناس احيانا بتنتقد محمد صلاح بس هو برضه معذور لانه العبء وقع بنسبه 80% في الناحيه الهجوميه عليه. صح. ودي مشكله واضحه جدا في مباراه السنغال وواضحه جدا في مباريات اخرى بس السنغال كمان تحديدا. انت شايف وكل الماتشات اول ما محمد صلاح بس بيستلم الكره بتلاقي ثلاث اربع لعيبه من كل حته محاوطينه. فمش كل مره هيقدر ومش هيبقى طرزان في كل مره انه لازم يعدي من كل الفرقه. بقول دايما يا جماعه مش الكابتن ماجد فجاه مسلسل الاطفال ده اللي هو ياخد الكره من الجون للجون ومفروض يعدي من كل اللعيبه ويتنطط. فدي مش الكوره يعني. واذا حصلت مره مش هتحصل. طبعا. يعني على طول. فعبء عليه كبير في الهجوم. فالفرقه بقت شخصيه الفرقه اتضحت في ماتش ساحل العاج وبين ان احنا مصر دي فعلا من الفرق المرشحه. قدرنا نعدي ماتش هايل بساحل العاج ثم المغرب. ساحل العاج كوت ديفوار مرشح للبطوله. المغرب مرشح للبطوله. قدرت تعمل مباراه هايله برضو هايل بنفس الاسلوب وقدرت تكسب المغرب 2-1. صح. ثم الكاميرون. وانا كان في نظري ان ده الاصعب مش عشان فرقه الكاميرون احسن فرقه. لا عشان ملعبها. مظبوط. جماهيرها. صحيح. الواحد بحجم صامويل ايتو رئيس الاتحاد وواضح انه محفزهم جامد وعامل حاله ان الفرقه لازم تاخد البطوله. حكم مشكوك في امره. ماشي يعني كل طب ماشي يعني اصل المباراه كلها كانت ظروفها صعبه. ظروفها اصعب حتى من مباراه المغرب وسهل العالم. صحيح. وقدرت برضه تتخطاها 120 دقيقه زي الثلاث ماتشات. ثم المباراه الاخيره اللي هي بتاعت السنغال ايا كان انت اديت في الثلاث مباريات اللي فاتوا طبعا افضل من مباراه سهل العاج ولكن الجهد اللي انت بذلته اكيد كان هياثر على الفرقه. ايوه. وعشان كده انا كنت متوقع ان مستر كروش ممكن يعمل تغيير او تغييرتين في الشكل النهائي للفرقه في البدايه. في ناس واضح ان تعبت جدا جدا يعني على راسهم مرموش. واضح جدا انه مش قادر يعني مصطفى بيبذل جهد كبير لكن يمكن مش موفق على الجون بس
صلاح، تعالى في نص الملعب نفس الشيء، واضح فيه تعب على النني على حمدي على عمرو فترة. الماتش السنغال تحديدا لو قيمته كمباراة، يعني مباراة بين فريقين، السنغال كان أفضل، والسنغال في المباراة يستحق الفوز. يعني ده مش تقليل من المنتخب المصري، أنا قلت لك إنه ال 120 دقيقة اللي اتلعبوا في ثلاث ماتشات ثم مباراة السنغال عاملة جهد بدني وذهني كبير جدا على اللعيبة، مش هتقدر تطلع طاقتك في كل وقت 120 دقيقة 120 دقيقة كل ثلاث أيام، موضوع صعب جدا يعني، مش سهل. المنتخب السنغالي وصل نهائي الكاس اللي فات وخسره، ونزل ب اولا مخزون بدني افضل من المنتخب المصري، وذهنيا ان هم لاعبين نهائي البطوله اللي فاتت وخسروا، ويعني كانوا نازلين بقوه وضغط شديد، واجبروك انك فترات طويله بتدافع، انت في مرحله دفاع دايما. لكن يمكن الشوط الثاني والبتاع والاكسترا تايم جات لنا بعض الفرص اللي كان ممكن تخلص الماتش، زي كره مروان حمدي، زي كره محمد صلاح جات له كوره، بس انا بتكلم على كره مروان حمدي تحديدا، لكنها لانها الاسهل يعني، حتى مندي طلع ورجع والجون اتفتح وخلاص جون يعني. هي بتتكلم على الهيد لا، وفي الشوطه كمان، الشوطه ماشي، بس انا اقصد الشوطه، الشوطه دي لو كانت على الارض كمان على الارض تجي جون، بس انا اقصد كره الهيد بالذات. حتى مندي لما تشوف الكره في الاعاده اتردد وطلع ورجع والجون مفتوح خالص، يعني لو اي لمسه في الجون كانت جون. صحيح، يعني دي كانت من الفرص اللي جات المنتخب مصر. لكن مجمل المباراه، في المباراه يعني في ال 120 دقيقه، يعني بنتكلم صراحه ككره قلم، السنغال يستحق الفوز في المباراه نفسها. لكن هو الزعل في ايه؟ انك انت وصلت قدرت تطلع بكل الظروف دي ضربات جزاء. أيوة. ضربات جزاء بتبقى 50-50. صحيح، انت كنت لاكي الحظ يعني، او توفيق كان معاك في مباراه ساحل العاج وكسبتها بضربات الجزاء، والكاميرون كسبتها بضربات الجزاء، ولكن الحظ او التوفيق تخلى عنك في مباراه السنغال، مباراه السنغال في ضربات الجزاء، لانك خلاص الفرصه 50-50 يعني. صحيح، في ناس بتتساءل وتقول لك ايه، هو ليه مهند شاط اصله، ليه محمد عبد المنعم؟ أيوة. طب ما نفس الناس. أيوة. محمد عبد المنعم شاط في ساحل العاج وكسبنا، صح، وفي الكاميرون كسبنا، لا وده بنفس الترتيب كمان، وبنفس الترتيب. ثم قال لك ايه، طب ما كان محمد صلاح هو اللي شاط الرابعه. لا لا، دي ملهاش اي معنى ولا لازمه، لانك انت كسبت مباراتين ضربات الجزاء بنفس الوضع. صح، طيب نيجي حتى لساديو ماني. طب ما ساديو ماني ضيع واحده ضربه جزاء في اول ثلاث دقائق في المباراه بالظبط، يعني وارد انك تضيع. فانا مش هعول خالص، وميسي بيضيع، كريستيانو رونالدو بيضيع، وميسي وكريستيانو يعني وكل الناس يعني، روبرتو باجيو ضيع واحده تاريخيه، فانا مش هعول ان فلان اصل هو اللي شاط، لو كان شاط لا، ده في احسن لعيبه في العالم بتضيع. معلش، ما محمد صلاح نفسه كان ممكن يشوط ويضيع. مظبوط، ليه لا يعني، مظبوط. فدي مش هي دي اللي هتقيم. هي بس الزعل ان كانت بقول لك وصلنا خلاص 50-50 قربنا، لكن استفاده بقى كتير جدا ايجابيه في الماتشات الاربعه الاخيره. هيك. اولهم على راسهم الحالة الفنية الغير عادية للشناوي أبو جبل. محمد عبد المنعم واحد من أفضل لعيبة في البطولة كلها. صحيح. الونش نفس الشيء باستثناء اليوم الماتش اللي اتصفي طبعا، لكن هايل. أبو الفتوح. وقبلهم حجازي، مش عايزين طبعا حجازي ما نساهوش، من برضه قبل الإصابة عمل دورة كويسة جدا. صحيح. فتحديدا يعني بالنسبة لنا الشناوي وأبو جبل، محمد عبد المنعم، أبو الفتوح، الونش، حجازي، يليهم عمر كمال عبد الواحد، هم اكتر ناس كانوا محافظين على المستوى الثابت في معظم الماتشات اللي لعبوها. في ناس لعبت بشكل كويس بس ممكن شوط وماتش لا، والنني يعني ماتشات وماتشات.